حقيقة صفات الله موضوع ضخم، مش بس للشرح اللاهوتي ولكن أيضا للتأمل، لأن احنا لو تأملنا في صفات الله، الإله الرحيم، الله محبة، ضابط الكل، رؤوف، كثير الرحمة، جزيل التحنن، صفات الله موضوع ضخم جدا. لكن أنا اخترت صفة شوية الناس متحيرة فيها، لأن بعض شبابنا الطيبين كلمة عدل الله تحتمل طبعا حتة الدينونة والعقاب والجزاء والحساب، ففيش شوية تعاليم غريبة كده بتقول ما فيش حساب، ما فيش عقاب، ما فيش جزاء، ربنا أب طيب مش هيعاقب حد، وبالتالي حتى لو قالوا يعني هلاك، الهلاك ده اختيار الناس مش ربنا اللي إيه بيحكم بالهلاك. الحقيقة كلمة إلغاء الحكم عن الله والدينونة عن الله والحساب عن الله والعقاب عن الله ده يتنافى مع صفة عدل الله. الله إله صالح في كل الرحمة وفي كل الحب، لكن لا يكمل صلاحه أبدا بدون العدل. فأنا النهاردة أكلمكم بس عن صفة العدل الإلهي وما يتتبعه، بالتالي لو أدركت أن الله عادل يبقى لازم في جزاء للأشرار، جزاء في حكم، في حساب، في دينونة. واللي بينكروا الحاجات دي كلهم بيحودوا بالمسيحية في اتجاه فلسفي بعيد عن الحق الإلهي المعلن في الكتاب وفي الكنيسة 2000 سنة ومن قبل كمان حتى تجسد الكلمة. هقول شوية آيات تؤكد العدل الأول. مثلا بيقول في الأمثال الملك بالعدل يثبت الأرض، وكمان آية تقول في طوبيا عادل أنت أيها الرب، جميع أحكامك مستقيمة وطرقك كلها رحمة وحق وحكم. يبقى في رحمة وفي حق وفي حكم وأنت عادل يا الله. آية تاني في المزمور تقول مزمور 11 الرب عادل ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه، كثيرون يطلبون وجه المتسلط، أما حق الإنسان فمن عند الرب، في أمثال 29. إنما العدل لا يلغي أبدا أن ربنا يريد خلاص الناس، مش معنى إرادة الله خلاص البشرية أنه يتنازل عن صفة فيه، لأنه لا يمكن أن ينكر نفسه. فصفة العدل والجزاء والحساب صفة فالله لا يمكن تجاوزها لمجرد أنه هو رحيم. طب ما هو الرحمة والحق تلاقية، مفيش خناقة جوه ربنا بين رحمته وبين عدله، وكلنا عارفين أنه في شرح الفداء الرحمة والحق تلاقية في الصليب، من أجل رحمة ربنا أتى ليفدينا، ومن أجل عدله تحمل العقاب عنا ومات بدلا عنا ودفع الثمن بالنيابة عننا. يبقى هنا العدل استوفى حقوقه أو مطالبه بتعبير القديس أثناسيوس، مطلب الحق أو العدل الإلهي. وأيضا الرحمة هي موقف الله من البشر، إنه هو اللي جه دفع الثمن وبذل ذاته من أجلنا. إذن العدل قضية أحيانا لا تفهم، لأن احنا أحيانا نبقى مستعجلين أن ربنا يحكم دلوقتي، في وقت تاني مش عاوزينه يحكم علينا خالص. يعني لما تكون أنت مظلوم بتبقى عاوز ربنا ياخد بحقك دلوقتي، وربنا بطيء الغضب، ممكن يأجل العقاب لكنه لا يبرئ البتة، ده تعليم الكتاب. يعني مش هيطلع واحد ظالم براءة أبدا، وإلا بقى مش عادل. لكن ممكن يبطئ الحكم لأنه إيه بيدي فرص توبة، وإنت أول مستفيد من الكلام ده. في وقت تاني وإنت مظلوم نفسك في الحق بسرعة، وإنت ظالم أو إنت جاني وإنت خاطي مش عاوز موضوع الحق ده خالص والعدل. ليه؟ لأنك هتقع تحت الدينونة. فالإنسان ساعات يتعامل مع عدل الله بحسب رغباته، لكن صفة العدل الإلهي صفة تخص الله وهو عدل مطلق، لكنه أحيانا يبقى فوق إدراك البشر بحكم حكمة الله العالية، وأنه أعلى من مفهومنا زي ما قال أشعياء كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم.